استاذ عصام هل هناك مفهوم مختلف مفهوم مصري مختلف لحقوق الانسان وانا عارفه ان حضرتك شاركت كجزء من المجتمع المدني في النقاش حول صياغه هذه الوثيقه اولا ماذا يميز هذه الوثيقه في رايك خليني اقول لك الاول انه في, في تساؤلك ان منظومه حقوق الانسان منظومه متكامله ومنظومه انسانيه عالميه واحنا دوله ليست حديثه العهد بالمنظومه الدوليه احنا من الدول اللي شاركت في اعداد المساق العالمي لحقوق الانسان وشاركنا في س... الكلام ده سنه 48 وشاركنا في الس... وشاركنا في السياق فاحنا دوله كبيره فاعله ودوله هي بتسعى بتسعى والزمت نفسها في دستور 2014 بكافه المواثيق والاتفاقات الدوليه اللي وقعت عليها الدوله المصريه فالكلام ده سابق على اي على اي آه... تدخلات او اي اقاويل تقال عن الاستراتيجيه نمرة اتنين الاستراتيجية احنا لأول مرة لأول مرة يبقى في تعاون مثمر بين المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة، م. وأنا أعتقد دي نقلة نوعية تحسب لمؤسسات الدولة وفي القلب منها وزارة الخارجية المصرية اللي استطاعت أنها تفتح أبوابها للمجتمع المدني تستمع لنقد شديد في بعض الأحيان من جانبنا في وقت كان صعب جدا لما احنا كنا بنتكلم معاهم في الحبس الاحتياطي مم. في وقت كان صعب جدا حد يتكلم عن عن الحبس صحيح. الاحتياطي وكان الامين العام سيد السفير احمد ايهاب جمال الدين هو كان بيسمع مننا الكلام ده وكان بياخد الملاحظات وقال من فضلكم قولوا لنا كفه كفه المشاكل. انا اتصور ان التوقيت مناسب جدا، التوقيت مناسب جدا لان احنا بنتعرض لهجمه شرسه من بعض المنظمات الدوليه على على مصر، التوقيت دايما كانوا هم بيهاجمونا في سبتمبر على اساس ان احنا م. كنا بنقدم تقريرنا في في سبتمبر، لكن اقدر اقول لك الاستراتيجيه ده منتج مصري وطني خالص. م. يعني ما فيش ما فيش اي حد طلب مننا ان احنا نعمل استراتيجيه، البعض بيتوهم او بيتصور ان الملاحظات اللي جات لنا في 2019 أثناء مناقشة اليو بي آر إن إن إحنا إن إحنا حد طلب مننا على على الإطلاق. أنا أتصور إنها حتى لدينا إحنا كمجتمع مدني أو منظمات حقوق إنسان كان بالنسبة لنا حلم كبير جدا إن إحنا م. يبقى عندنا استراتيجية. ميزة هذه الاستراتيجية إنها بتحدد رؤية الدولة المصرية بتحدد إطار للعمل إطار زمني يعني أنتِ إحنا سهل جدا إنك تقولي عندي نصوص في الدستور رائعة. عندنا أفضل دستور في العالم. المهم في الواقع. الاستراتيجيه ميزتها انها بتحدد اطار زمني وبتحدد مسؤوليه على على الاطراف والاول مره ان تبقى في شراكه موجوده فيها مؤسسات الدوله موجود فيها المجالس التشريعيه موجود فيها المجتمع المدني وانا اقول لك دي تجربه ناجحه ربما ده يكون محفز حفز سياده الرئيس انه يجعل من عام 2022 مم. عام خاص المجتمع المدني. بالمجتمع المدني